غرار مختلف مناطق وأقاليم الوطن، لازال سكان وأهالي القصور بولاية أدرار يحافظون إلى يومنا هذا على عاداتهم وتقاليدهم الراسخة في مختلف الأفراح والأعراس. هنا تتجلى طقوس التراث الشعبي وعادات وأعراف المجتمع الأدراري في التحضير لمختلف مراحل العرس وعقد القران والزواج وفقاً لتعاليم ديننا الحنيف على سنة الله ورسوله. كانت لنا في قصر بوعلي الواقع بإقليم بلدية زاوية كنتا جنوب عاصمة الولاية أدرار فرصة اكتشاف هذه العادات والتعرف على لوحات من تراث المنطقة. هكذا تكون بداية أي عرس بهذه المنطقة، بدءا من التقدم بطلب العروس من قبل أهل العريس وإبداء الموافقة والاتفاق على الشروط وموعد الخطبة وعقد القران والفاتحة. والعرس أو الزواج في المجتمع الأدراري بالخصوص يقوم على أسس أو على شروط اللي تقوم عليها السنة النبوية وعادات وتقاليد يعني ضاربة ومعروفة يعني هنا عندنا في المنطقة. أولها الكلمة، الخطبة، عقد القران، ومن بعد دخول العريسين. هذه يعني مجمل يعني العادات والتقاليد اللي نقوم بها هنا في المنطقة، ويتم العرس يعني في جو من البهجة والسرور، في جو تعبيري جمالي ولا أروع. بعد أن تجهز كل التحضيرات ويحدد موعد الزواج، يتم دعوة الضيوف واستقبالهم. قبل أيام من العرس يتم تحضير مختلف أنواع العطور والبخور والحناء خاصة في بيت العروس، حيث لا زال يستخدم فيها مواد محلية خالصة. زمان كان الراجل يجيب البخور والأم تجقو، ونهار اللي تجقو ونهار اللي يجي العرس تقسمو، نص تعطيه ليه ونص شجو. إوا دوك الراجل مات لا يجيبو، ولا تلا الأم نهار اللي يجي تعرس تجيب شوية قد بنتها وتخدمو وتعطيه لبنتها، دير لها في فاليستها بخارها وتجيب لها تدارتها بخورها ودي اللي هاديش في القرعة باش تجي للناس اللي يجوا يبقاو يتبخروا ويتفوحوا. في كل القصور لا يخلو أي عرس من أنواع الفولكلور على غرار ما يعرف في المنطقة بالطبل وزمار بوعلي أو الزرنة، حيث ترافق كل محطة من محطات الفرح وتخصص كما للرجال للنساء والأطفال أيضا. العرس عندنا تقريب الأغاني والأهازيج اللي يقوم بها زمار بوعلي كلها تقريب عبارة عن دعوات، يعني من خروج العروس، وعندنا واحد كو سمعتوها ديك تاع خروج العروس، هذه ضربة خاصة بالعروس اللي سمعنا خروج العروس،
من بيت أبي هيلة بيت زوجها. هاد الضربة هذه لا تقام في أي مكان إلا عند خروج العروس. في يوم العرس تترسخ هذه العادات أو ما يعرف بالدفوع، وما يتم إهداؤه وتبادله من قبل العروسين. للعريسين لباس تقليدي خاص سواء للمرأة أو الرجل، حيث يلزم العريس خاصة بارتدائه وحمل السيف لأسبوع كامل. الواحد كيفاش لمدة سبعة أيام، وكاين اللي يدير السهرة نسمو احنا الموسيقى، وقبل الشباب ان شاء الله واللي مازال في الطريق ان شاء الله والدرية الصالحة ان شاء الله. وفي غضون ذلك يقدم الطعام للضيوف والمدعوين، وتقرأ الفاتحة، ويرفع الدعاء للعروسين بالسعادة الزوجية والصلاح والفلاح في حياتهما.